هؤلاء اللي يجلسون إلى العلماء ثلاثة أصناف. الصنف الأول هو الذي يأخذ كل ما يسمع، قال هذا حاطب الليل، يعني يقمش ولا ينقش، هذا حاطب الليل ينبغي أن ينقش، لأنه ولذلك كان مشايخنا ولا زالوا لما المجلس الذي يشرح فيه وتبدأ الطلاب ينزلون المذكرات فيقول هذا مجلس القراءة ليس كمجلس التحرير، فيكتبون وهذه المذكرة راجعها الشيخ ونقحها، لأنه ما يقال في المجلس هنا غير الذي ينقح بعد ذلك، ما في تغيير في الكلام، لكن لا ربما سبق لسان قد حدث دون أن ينتبه له إيش الشيخ، لكن لما تأتيه نسخة مكتوبة يبدأ أنه إيش يزيد وينقص يزيد وينقص. ولذلك كان الإمام الشافعي لما جاء الإمام يقرأ عليه، الإمام المروزي الإمام رحمه الله يقرأ عليه في كتاب الرسالة، قرأ عليه في كتاب الرسالة، قرأ عليه 50 مرة كتاب الرسالة، وفي كل مرة الشيخ يزيد وينقص يزيد وينقص يزيد وينقص. ولذلك يقول وما من كتاب يقرأ على الشيخ إلا وينقح فيه ويزيد وينقص إلا كتاب الله عز وجل، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فينبغي لطالب العلم لما، ولذلك كان أهل المشايخ يقولون في كيفية أنك تقرأ كيفية تتحرر على الشيخ، هذا هو اللي تكلم عنه الآن هنا الإمام ابن عبد البر يوسف بن عبد البر، أنك أنت لما تقرأ على الشيخ في المجلس ينبغي أنك تحضر قبل أن تأتي لمجلس الدرس، هذا الذي ينبغي أن يكون من طالب العلم المجد المجتهد الذي يريد أن ينتفع بالعلم، ينبغي أنه يحضر قبل أن يحضر إلى الدرس، ثم إذا حضر إلى الدرس مع التحضير هناك في بيته يبدأ يضع أسئلة للإشكالات التي مرت عليه في الكتاب وفي الجزء الذي سيقرأ فين في الدرس، فإن أتى وقرئ على الشيخ وقام بالإجابة عليها فبها ونعمت، إذا كل ما أجاب عليه الشيخ هو إيش يعلم عليه يعلم عليه، إن لم يجب عليه يكتبه في قصاصة ويعطيه بعدين للشيخ لكي يرد عليه، وإن حضر حرر ما قاله الشيخ، يبدأ يحرر اللي يقول إيش الشيخ من الفوائد وإلى آخره، فإن رجع إلى بيته جعل كراسا وكناشة وكشكولا وطرسا آخر ينقل إليه الفوائد بعد التنقيح والتحرير والعز والضبط، فيكون عنده المسودة الأولى اللي قال الشيخ فيها كل شيء، ويكون عنده المسودة الثانية المحررة والمنقحة والتي عليها الاستدراكات ويحفظها ويهتم بها، هكذا يكون الطالب والكتابة معه في مجلس ماذا؟ في مجلس الدرس. والناس في مجلس الدرس يختلفون، وكنا نرى ذلك من بعض الإخوة معنا وكذا، منهم من يكتب كل ما يقوله الشيخ ويروح في البيت ينقحه، ومنهم من يكتب فقط الفوائد، ومنهم من يكتب فقط القول الراجح، الشيخ مرات يأتي في الدرس يذكر قول الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، طالب العلم اللي جالس هذا صنف منهم ما هو مهتم بهذا، هو يبغى القول الراجح للحنابلة في المسألة، لأن الكتاب مثلا كتاب المغني لابن قدامة، فيقوم يحرر القول إيش الراجح، هكذا مذاهب الطلبة مع الشيخ. وهذا هو الذي قالهم ورجل ينتقي وهو خيرهم، ينتقي الذي ينفعه فين في المجلس والذي يحتاجه، والنوع الآخر سبحان الله رجل لا يكتب لكنه إيش يسمع، هذا هو جليس من جليس العالم، وهذا هو أقلهم نفعا وانتفاعا، لابد أن تحرر، العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيدك بالحبال الواثق إن من الحماقة أن تصيد غزالة ثم تترك في العراء طارق، لابد أن تقام أن تنقش وأن تكنش وتكتب الفوائد لكي تنتفع بها. طيب قال أبو عمر اللي هو ابن عبد البر، وهذا منهج عند المتقدمين، يقول لك قال هو صاحب إيش صاحب القول، مثل البخاري حدثنا البخاري والكتاب كتاب صحيح البخاري، جاء بعض المتأخرين فراح قال إيش حذف كلمة إيش حدثنا البخاري، يقول شيخنا الشيخ الخضير، وهذا من قلة الأمانة العلمية، بل ينبغي أن يبقى الكتاب على ما أراده صاحبه، وهذا منهج عند المتقدمين أنهم يذكرون اسمهم في السند، أنهم يذكرون اسمهم فين في السند.